انت يا بنتي مرته لحمد الاشرم، هذا اللي واقف قدامي، انت متهمتيه بانه ضربك ضربه مبرحه. ايش يعني مبرحه سيدي؟ يعني ضربك لحتى تلفت، وكنتي رح تموتي بين ايديه من الضرب. لا والله يا سيدي، يعني انا تشكلت لحالي واجا راسي على طرف الجب. حمده مظلوم، والله مظلوم. بس الضبط اللي صار في مخفر الشرطه بيحكي غير هيك. انا مالي علاقه بالضبط، انا لي علاقه بجوزي، وجوزي ما مد ايده علي. بتحلفي يمين على الكلام؟ بتريدني احلف انك بريء وانك ما ضربتني ابن عمي، ولا ما احلف؟ خلصي، حتى لو حلفت سيدي انا ما برضو اطلع برا بشفاعه مرا. ايش قلتي يا بنتي؟ والله ما بقيت اعرف شو اساوي يا سيدي. بتريدني احلف ولا ما احلف؟ يعني البيت والولاد ما بيمشوا من غير اب، حتى لو كان ما في بقلبه رحمه. عجبك هيك؟ روحها كمتك 3 أشهر بالسجن حتى تحس بقيمة هالمرة اللي عندك. عجبك هيك يا حمدو؟ عجبني. المهم يكون لمرة بنت مرة إلى فضل علي حجي. خدوا على السجن حتى يعرف إن الله حق. وأنت يا بنتي إلك الله ما بنساك. لا لا والله يا سيدي، لك يا حمدو شو بتعمل معي؟ بتعرفوا يا شباب، يعني أنا بعمري كله لا فهمت ولا خرج أفهم على الحكومة. ليش؟ لأني لما كنت أشوف الغلط أتدخل وأضرب ضربتي لمصلحة الحق، وما أشوف لك لتجي الحكومة تتدخل هي كمان وتوقع الشغلة براسي. ليش هيك عم بصير معك أبو عزوت؟ لأني ما بحب أكذب. لأني يسألوني مين ضرب؟ قالوا أنا اللي ضربت. لكن معقول واحد مثل حكيتي يتدخل لمصلحة الحق وبالأخير يطلع كذاب؟ خسر كذب. إيوه خسر كذب. عجيتكم سكبة جديدة يا شباب، وإن شاء الله السكبة طيبة. دو قوة تعرفوا طعمتها لحالكم. هون أهلين أبو الشباب، تفضل لجنبي. تفضل. ماشي الحال. هون اسمع كلمة وتعال هون، أنت ضيفنا والضيف له صدر القاوش. لا مالي ريد انزعلكم البركة. من شانك ننزع 100 بركة. تفضل لهون. تعال ابو سلمو. نعم علي. خليه هون محلك. تعال هون. تعال. تكرم عيونك. مرحبا يا شباب. اهلين وسهلين. اهلين ابو سلمو، صب له قهوة. تكرم عيونك عمي. تفضل. اسم الكريم بالله. محسوبك حمد الأشرم من حارة المغير. من وين بالضبط بلا زغرة يعني؟ خيو بتعرف مقام سيدنا أبو السمايح الله يرضى عنه؟ رضي الله عنه. إيه؟ هني يعني صايرين بين المغير والمقامات. والنعم والله. خيو أنت ضيفنا وبحقول لك ما تحكي لثلاث ايام، يعني مثل الضيف عند العرب. بس بدك تحكي لي ليش انحبست وش قد المده؟ لا ما هي محرزه، كلها 3 شهور. ايه؟ اذا ضليت متفاهم معنا نعمل لك اياها 3 شهور وقابله للتمديد. مبين عليكم الناس اوادم وقبضايات. من بعدك يا خاي. بس ما شو السبب انحبست من شانه؟ ضربت المراه ضربا مبرحا. هيك كتبوا ضبط الشرطة. ضربت البرا؟ معقول الحكي؟ ايه. اين مرا؟ مرتي. ومرتك تستاهل الضرب؟ والله من جهة تستاهل ما تستاهل. قوم لك، قوم من وجهي يخرب ديارك ويطفي نارك. قوم. ليك عم تحكي معي؟ الله يسود وجهك، فكرتك واحد قبضاي طلعت واحد بضرب نسوان. قوم لهني، قوم روك جنب الباب، ما بتحكي مع واحد ولا كلمة إلا إذا قلت لك. قوم يا ابو. ما بطلع لك لا أنت ولا الأكبر منك يقولوا شي عني. إيه هلا بتشوف إذا بطلع لي ولا لا. إذا ما عجبك انفرد. أنا انفرد لواحد بضرب نسوان؟ أبو وحيد. أمور معلم. فرجي قيمته. حاضر. حضر حالك حتى ما تقول أخذوني غدر. أنا جاهز. واحد واحد واحد.
الضغط علي يا شباب. ابو وحيد خليه براني برا لبرا. السماء جهود. يا ابو وحيد تقلتوا العيار عليه. والله يا معلم هذا الله ألهمنا عليه. إيه لا إذا هيك معناته الموضوع طلع من إيدنا. أيوة. والله يعطيكم ألف عافية. أنت ولك بهيم؟ ولك أنت إذا في عندك حمامة جلحة مكسور يعني تكسر لها جلحة الثاني إلا بتجبر لها الجلحة المكسور؟ عم بحكي معك جاوب لي. بضرب وبكسر رقبته كمان. أخ أخ. هيا معلمي أبو وزو حالتها صعب. صعب كتير. إيه أنا مرة ضربته لأم أرتين مرة واحد بس. قام الدنيا وقعد وظل أم أرتين بيجي 5 سنين ما يحكي معنا هني. ها؟ واتدخلت خوري وأم أرتين راسه يبس مثل هيك. وبتعرفي معلم أبو وزو نحن بحارة ميدان يعني أبو أرتين إله صولي جولي. إيه لا مبين إيه. بس خيو مع أم أرتين ما بيقدر يعمل معه شيء. يا بيحل ولا بربط. بصراحة بصراحة هذا أم أرتين ما عنده يا ماما رهابيني مثل شرطة. وانت حضرتك مسوي لي حالك عطونه مع وحدة مرة جرحة مكسور. يا أبو وحيد أمور معلم تصرخ هذا الشرطي سعفان بتقول له ياخذ السجين هذا على غير قاووش. أنا ما بقدر بناه بقاووش مع واحد بيضرب نسوان. معلم خلينا نطول بالنا عليه شوي بلكي الله بيهديه وبيعدي عن هالعاده الوسخه اللي فيها سوسه ما ببطلها. مو هيك يا قبضاي؟ عم بحكي معك بتقدر تبطل لي هالعاده هي؟ لا ما بقدر. واذا طلعت من هون انا بورجيها لهالبنت الحرام لاني هي السبب. ولك ايش في ايش في؟ صوتكم وصلاني لاوضه مدير السجن. دخيلك دخيلك يا شرطي سعفان. خلصنا من السكبة الثقيلة، ما قدرنا نقعد معه. اسمعوا لك اشرام، لبين ما يدبر لك مدير السجن غير هالقوش هذا، بدي اتكلم بشغلي هون، لأن كل واحد فينا هون له شغلة. وش هالشغلة؟ بدك تجهز لي الأرجيلة والنارات كل يوم. لا ما حذرت، وحضرت جنابك، ايش شغلتك بهالقوش؟ أنا شغلتي أكسر راس كل واحد موجود هون، فهمت ولا ما فهمت لك؟ لا ما فهمت. أليها معلم؟ لا 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 يا أبو وحيد إيش ليها ما ليها؟ هي صحيح واحدة رزينة ولسينا زفر لكن صار مننا فينا شوي شوي بتاخد على حالنا. مرحبا شباب. أهلين. هلو هلو كتير. كان إجا أكل لنهنة من بيت حدا مع حدا؟ لا ما إجاكم أكل من بيت حدا مع حدا، بس إذا أجتكم زيارة قولوا لأهلكم يكتروا الأكلات الطيبة. وليش بقى خيو؟ حتى تكفينا قلنا وقلكم. هلا كمان نحن حرام بحق لنا ناكل الأكلات الطيبة مثلكم. يا حرام والله وضعكم ببكي. إيه والله معك حق يا أبو عزو. بيجينا المحبوس بالأول بيجيبوا له أهله أكلات طيبة، لحم بعجين وكبيني ولحم مشوي واللازم منه. بمر عليه مدي بيجيبوا له زيت وزعتر وكبيني بلا زيت وبلا هبرة كمان. شايف يا شرطي سعفان شايف الناس ما عاد بقلبها رحمة لهيك عم بيقللوا اللحمة. خلونا موضوعنا يا شباب. بدي أسألك إيش صار مع مدير السجن مشان هذا الأخ اللي بضرب مرته؟ قال ما في مجال، القراويش كلها مليانة وما في محل غير هون. إذا هيك الله يستر لنا. ما بتعرف يمكن بكرة يبعث وهدي ما عنده أخلاق طاوي. اسمعوا لك انت وياه اللي عنده كلمة زيادة يطبه ويخرس. ترى وصلاني معي لهون وعلى ينجي يا هالمرة بنتكم يا عبدال يا ضغطون. طولوا بالكم يا شباب طولوا بالكم. ولو ما حدا يغلط مع الأخ الناس أسرار وما حدا يعرف الظالم المظلوم. دينارة تكرم على عيني.
حلياني وليك اليوم؟ خجلتني ابن عمي. تحبيني وليك؟ معناها في قشة اليوم.